تظنون أنني ابتعدت عن طريق الجهاد؟ حاشا لله أن أبتعد، ولكن الجهاد بحاجة إلى تدريب وتهيئة عقائدي وبدني. الجهاد يجب أن يكون ضد الصهاينة، ضد المحتل الغاصب الكافر المعتدي. مو والله منقتل أبناء البلد وأهلنا بالبلد، وهذه جريمة. يقتل شرعا من يقتل أهل البلد وأبناء البلد، لا يجوز. جهادنا الحقيقي في فلسطين، في غزة وفي جنوب لبنان، ولنأخذ مواقعنا في جبهات معهم، وليس في ساحات وشوارع هذا البلد الآمن الصابر. وإلا لكانت هذه خدمة لكافر، والذي هو العدو المغتصب.